مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. بفضل تضحية واستبسال مئات الشباب المؤمنين بالقضية الوطنية، تحررت عدن من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع. قدمت عدن في سبيل ذلك الانعتاق ثمنا باهظا دفعته من دماء شبابها ورجالها، لكن المدينة التي فرحت بالتحرير لم تكتمل فرحتها. ففضلا عن الاغتيالات الغامضة التي استهدفت نخبة من أهم قيادات المقاومة، أولئك الذين تخلوا عن السلاح وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية، كانت هناك كارثة أخرى تعانيها المدينة، كارثة السجون الخاصة. تلك السجون التابعة للتشكيلات العسكرية والأمنية، ملثمون لا يعرف من هم ولا يعرف أحد من يتبعون ولا مع من يعملون، يرتكبون كل أسبوع جريمة اختطاف جديدة لشاب جديد، ومن زج به في هذه السجون فنادرا ما يفرج عنه. أكثر من عام وكشوفات السجناء والمختطفين تزيد، فيما لا زيادة في كشوفات المفرج عنهم. يتنقل أهالي هؤلاء المختطفين بين أبواب السجون وبوابات بيوت المسؤولين، طالبين حقهم في الحرية، حقهم في الكرامة، حقهم في المحاكمة، ثم تنخفض مطالبهم حتى يطالبوا فقط بحقهم في الزيارة. وكل الحقوق منتهكة بالطبع. كاميرا البرنامج شاركت أهالي المختطفين واحدة من وقفاتهم الاحتجاجية. نتابع هذه المادة ثم نعود. أخي مختطف من قبل رجال الأمن، له 6 أشهر وهو مسجون مختطف ولا نعرف عنه فين. أخذوه من أمام سوق الحجاز في المنصورة، وهو أحد من أفراد المقاومة الجنوبية الذين قاتلوا بشراسة ضد الحوثة والعفاشيين، وهذا جزاءهم. كل من قاتل ضد الحوثة والعفاشيين في السجون، ومنهم قد قتلوا، ما في أي تهمة ولا نعرف أي تهمة عليه للآن، لا نعرف عنه شيء. كيف نعرف تهمته؟ لم يسمحوا لنا بالدخول ولا يسمحوا لنا بالزياره ولا يعرفون اي شيء. سموه سند عمر العزاني، اخوي سند عمر علي العزاني، وانا عوض عمر علي العزاني. احنا محتاجين اجل عمي وعيال عمي، 3 أنفار معتقلين لهم من تاريخ 21/4، ونحن لا نعرف عنهم اي حاجه ولا نعرف وينهم. دهموا البيت والمصنع واخذوه، والان لا نعرف اينهم، ما هم ميتين، هم احياء، اهلهم كيف صحتهم ما ندري. اللي اخذهم الحزام الامني، حزام، احنا نطالب بالكشف عن مصيرهم، هذا اللي نطالبه لهم. ما نعرف اي، ما نعرف نحن وينهم، مش هنعرف انه عليهم تهمه ولا ما عليهم تهمه. إذا في عليهم تهمة في قضاء، بس نحن من حقنا أن احنا نشوف وين أهلنا. أما على هذه ما يرضى به الله ولا رسوله. كل القوانين الدولية يعني من حق أي إنسان أنه يعرف وين معتقلينه، نطمن على صحتهم، نشوفهم إيش، نجيب لهم محامي لو علم أي تهمة. لكن على الحالة هذه ما يرضى، ما احنا ما نظننا وقاتلنا من أجل نوصل لهذه الدرجة، احنا نظننا من أجل الحرية ثملة. وهذا عمي عوض وأولاده هؤلاء من مناضلين، هذا ابنه اسير كان مع الحوثه، وقدم هذا رجل اعمال، قدم ما لم يقدم اي جنوبي في الحرب. انا اسمي ياسين احمد علي عبد الحبيب، عوض علي عبد الحبيب المعتقل، واولاده علي عوض وغسان عوض. انا مبني مسجون من اهل الرقاب، ولا اشوف انه قيع، انه مات، انه حي، انه ولا رحت عند الشلال 20 مره، ما تمام، ولا اشوف انه حي انه مات، ولا يقولوا لي ما ابني خرج. هذا حقه رقم الجلوس، خرج من بعد الدراسه وتن القبه الحروب، خرج معاهم كمان الحروب، عمل في البيت حقه، كان يشتغل يوم ب 1000 ريال في الورشه حقه، شالوا من التقاطع من المباراه. ايش تهمته؟ قالوا انه قاعده تمام، قلنا له قتل والله، ده خرجوا هلا حاكمه نيابتي. أنا شاشف ابني والله، هذا خليني شزوره، بندي له أكل، بندي له ملابس عليا، على ما شلوا بالمعوز حقه.
لا وقت انا ثواني اشوف يعني ام مش يهوديه ولا نصارى، نحن مسلمين حاكموه ولا سووا اي حاجه، نحن ضد قلنا لك. رحت عند عبد الدايد، رحت عند الشلال، رحت عند الغملي، رحت عند عبد الناصر اللي حقق مع ابني، ولا قتل سوى قتل فقر، قال ولا قتل فقر، بس مشتبه مشتبه لوقت انا ذا من رقاب، واني اخوان نظره من ابني معي لا يشتغل علي، راح مع الحرب راح سنه راحت الرصاصه في يده مع الحرب. خرجت من الجبهات يشتغل بيوم بألف ريال بالتقاطع مع واحد من مداره لوقت انا ذا، واني ولا شفته ولا ما حرام، واني رجعت لخليت مكان، ويقولي مهلوش مهلوش، رحت مع التحالف ويقولي مهلوش ابنك عندنا، دحين ايش اسوي يعني في ناره عندما نشتكي من عند الروح. اي اعترافات كاذبه كذب، المفروض انه يحولوهم على القضاء والنيابه، عملوا حاجه ولا ابني رحله ولا شوف هذه تظل خرجت من الجامعه انه 2005 كان سنه ثالثه لما بدات الحرب، هو في الجامعه كملت الحرب، لما خرجوا من عدن رجع يدرس الجامعه كمل وامتحن، مش عارفين انا اعتقلوا انه لا اعتقلوا انه في البدايه الحزام الامني في اسمه في نقطه الرباط هو خاله، بعدين حولوهم على المنصورة من هنا، بعدين سحبوا شلال من المنصورة، ومعي أطالب الشي بزيارة ابني لو علو أي حاجة يتحول نيابة وقضاء، رغم أنه ابني أدريبه أنه رح لقبها، رح قبها وكان مع بسام المحضار، رحت لعندهم الشي مرضوا وشهدون أشوف محمد عبد الرحمن سعيد ذياب ملقب بالغفوري قابل له تشوف حتى اعترافات نسيت كذب اعتراف مش معه، ها مطالب بالقضاء ما تشيش يصفون بالسجون، يعني التحالف لأنه اللي مسكوا الحزب الأمني تبع التحالف مسؤول عن حياة ابني، والحكومة ومدير الأمن الآن شلال، والحكومة كانت الآن ولا لو جديدة المفروض أنه يقولهم إيش قدام النيابة والقضاء محامي بنو كله محامي، لو غلطان ولا على أي جرائم يتحمله يحاسب بس بوجود المحامي والقضاء والنيابة، أما أنهم يصفون بالسجون تشهديد في الناس مسمعوا كلهم يصفون بالسجون اللي علو حاجة ابني اعترافك علو كذب، هددوا أنه أنت داري شلحت ورقة العقد حقه لو عقد له أسبوعين عقد تأمنوا والله، هددوهم بالتصفيات لو غلطاني أنهم راحوا الجبهة نحن آسفين، ولا رجع يدرس الجامعة وأنا مستعدة ها من الجامعة يخرجوا أنه راح امتحان بعد الحرب سنة ثالثة وكمل، دحين الآن سنة رابعة المفروض. رحت الجامعة أمس اشتي قال نحن ماش حضور غياب. في امتحانات، بنك دخل امتحان قلت له ودخل بعد الحرب امتحانات، وقبل الحرب وكان المداوم حتى درس. وقبل في كلية العلوم الإدارية قسم محاسبة موازي. يتأكدوا من الجامعة من الكلية، قبل الحرب موجود في الجامعة وبعد الحرب راح يمتحن. بطل الظلم، نشتي زيارة ونشتي محاكمة عادلة. متابعات من قبلنا بعد الوقفة الأولى التي تمت في تاريخ 29 9 سبتمبر، وتم هناك رصد وتوثيق من ناحية مهنية، وتم رصد العديد من الحالات تقريبا يقارب 85 حالة في ظل هذه الظروف الصعبة، طبعا هناك معتقلين يعني كثر، ولكن نحن نحاول مجهودات ذاتية نحن نقوم بالرصد هذا ونحاول أن نرفع تقارير إلى بعض المنظمات الدولية. 85 حالة ضحية أو 85 معتقل عفوا، بس احنا نحن من مصطلحات الحقوق نقول حالة أو ضحية هي المعتقلين. اللي فاتت عبر الأهالي طبعا، طبعا احنا لما نتمكن من دخول السجون لمعايشة أوضاع المساجين أو السجناء أو المعتقلين أنه لم يسمح لنا بذلك. فاضطرنا ناخذ إفادات من الأهالي ومن بعض الشهود العيان اللي رأوا بعض الاعتقالات أو شاهدوها، وكانت هناك رصد في هذا الخصوص. ما يقارب 85 إلى 90 حالة تم تبني هذا الموضوع من ناحية من منطلق أخلاقي ومن منطلق مسؤوليتنا المهنية كمجموعة من القانونيين والإعلاميين الذين تبنوا هذا الموضوع المهم جدا أو الشائك.
بعد أن كانت هناك العديد من الإفادات والشكاوى من قبل الأهالي الذين يعني تقدموا إلينا بإفادات وهناك متابعات من قبلهم إلى الجهات الرسمية ولم يجدوا ضالتهم، وبالتالي أتوا إلينا وأتوا بهذه الإفادات، ونحن نحاول نتابع هؤلاء أو اتخاذ، نحن لا نطالب بالفراق عنهم ولكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السجناء المعروف أماكنهم في السجون المعينة، وبعض الأشخاص الآن نحاول البحث عنهم في أماكن مجهولة أو ما يسمى بالمخفيين قسريا. مجموع المعتقلين مع المخفيين هم 90 تقريبا أو ما يقارب 90 شخص، هذه طبعا والرزق جاري. تاريخ 29 سبتمبر إلى الآن ما تم رزقه من ناحية مهنية كرزق توثيق هو ما يقارب 90 شخص، من بينهم 20 شخص مخفيين قسرا. طبعا ناهيك عن بعض الإفادات التي من الأهالي يقولون هناك تعذيب وهناك حالات من الموت أو نحن نقول هناك حالات من الوفاة، إلى جانب الفترة اللي كانت هناك موضوع الوباء الذي حصل لم نتمكن من دخول السجن لرصد هذه الحالات وهذه الشكاوى وهذه الإفادات بشكل عملي وبشكل فعلي. نحن نطالب القائمين على السجن بالسماح لنا للدخول إلى هذه السجون والاستعلام عن السجناء وأوضاعهم ومعايشتهم يعني والدخول إلى السجون لمعرفة ما هي الأوضاع الحقيقية التي يعانونها. كمان نقطة ثانية، يعني نحن بصدد معرفة كم هناك من الأماكن التي يقومون بالاعتقالات، يعني الأماكن التي يودعوا فيها هؤلاء المعتقلين. هناك يعني السجون معروفة مثل السجون السجن المنصورة، وهناك سجون الشرط وبعض السجون في الأمن السياسي، وهناك سجون يعني مجهولة، يعني لا نعرف. نريد إفادات عن رسمية من هذه الجهات الرسمية عن ما هي السجون المعتقلات بعد الحرب. هل تحررت عدن من هيمنة ميليشيا الحوثي والمخلوع لتقع تحت هيمنة هذه التشكيلات الأمنية والعسكرية؟ هل نجت عدن من قناصة ميليشيا الحوثي والمخلوع لتقع هدفا لقناصة أخرى؟ هل نجا هؤلاء الشباب من لهيب المعارك لتنهب المعتقلات أعمارهم؟ ما هو القانون الذي يعمل من خلاله هؤلاء الخاطفون؟ وكيف يبررون لأنفسهم مثل هذه الجرائم؟ ما هي السلطة التي تسمح لنفسها بانتهاك حقوق مواطنيها بهذه الطريقة البشعة وهي المكلفة بحمايتهم وحفظ حقوقهم؟ مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل سيكون معنا المحامي والناشط الحقوقي فواز العويضاني والناشطة الحقوقية هدى الصراري لمناقشة هذه القضية، لا تذهبوا بعيدا. نتتبع القضايا والهموم، نختار منها ما يهمكم ونطرحها على المسؤولين والمختصين، نشرك الشارع في اقتراح الحلول لنضعها بين قوسين. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من عدن الناشط الحقوقي فواز العويضاني والناشطة الحقوقية أيضا هدى الصراري. مرحبا بكما مرة أخرى. نفتح ملف الاختطاف والإخفاء القسري في عدن، وكنا قد استضفناكما في إحدى حلقات شهر ديسمبر الفائت أو قبل الفائت للحديث عن ذات القضية. والسؤال هنا للمحامية هدى الصراري، هل تغير الوضع منذ شهر ديسمبر حتى الآن أستاذة هدى؟ هل لمستم تحسنا في التعامل من قبل هذه الأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع هناك؟ طبعا للأسف لم نلاحظ أي تحسن حتى يومنا هذا من قبل الأجهزة الأمنية التي تقوم بالاعتقال في محافظة عدن، بل بالعكس الحال ما زال على ما هو عليه. المعتقلين لا زالوا قابعين في السجون ولا نعلم أي أماكن تواجدهما، ولا يسمح للأسر بزيارة أهاليهم أو ذويهم المعتقلين، ولا يعرف حتى أماكن اعتقالهم. بالتالي أيضا
هناك سجون غير شرعية لا نعرف أماكنها غير السجن المركزي طبعا، والوضع ما زال مثل ما هو بل يزداد سوءا حتى يومنا هذا. نعم. ننتقل للأستاذ فواز، خلال هذه الفترة هل سمح لك بمقابلة موكليك أو أهاليهم بزيارتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي في البداية أن أوضح أن عملنا لا يتجاوز العمل الطوعي. نعم. تفاعلا منا كحقوقيين مع ملف المعتقلين الذي أجر الشارع، وأكرر أننا لا نطالب لفرق عن أحد، بل مطالبنا هي اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل محتجز أو معتقل، ومسألة الإفراج أو الإدانة هي متروكة للقضاء. نعم. إذن ما تطالبون به مقابلة المعتقلين؟ طبعا عمليا لم يسمح للأهالي بزيارة أقاربهم المعتقلين، أو حتى نحن كقانونيين أو كمحامين. نعم. لم يسمح لنا بالدخول إلى السجون، السجون المعروفة مثل ما وضحت الأستاذة هدى، وهناك يعني معتقلات أخرى أو سجون أخرى طبعا سأذكرها أنا. يعني هنا قيادة التحالف لها سجن، وقيادة الحزام الأمني لها سجن، ومدير الأمن له سجن. إذن هذه السجون، وإلى جانب السجن المركزي المعروف يعني. يعني تعددت السجون وتعددت الجهات التي يحق لها أو التي تمارس، ولا لا يحق إلا لمن حددهم القانون. تعددت الجهات التي تمارس اختطاف الناس أو اعتقالهم. نعم. أو إخفائهم. أستاذ فواز، هل يتم الاعتراف بوجود فلان أو علام من الناس لدى هذه الجهة أو تلك، أو أن الإنكار هو سيد الموقف؟ في الغالب الإنكار هو سيد الموقف، يعني لا يتم الإفصاح عن الأسماء المعتقلين، ودائما يتم الإنكار. نعم. لأن هناك متابعات حثيثة من بعض الأهالي وبعض الوساطات وبعض يتم التعرف عن بعض أماكن المعتقلين، وذلك في حالة نادرة. نعم. هل أحيل أحد من هؤلاء المعتقلين أو المخفيين قسرا، هذا هو التوصيف الدقيق لهم الآن، هل أحيل أحد من هؤلاء إلى القضاء؟ طب اسمح لي بس أن أضيف إلى ما قالته الأستاذ هدى قبل الإجابة على سؤالك. هذا تفضل. اشتدت وتيرة الاعتقالات مؤخرا لتطال يعني مجموعة من الحقوقيين. يعني مؤخرا تم اعتقال الأستاذ نزار سرارو، الأستاذ أحمد سعيد الوافي، الأستاذ. نعم. الإعلامي عادل نعمان. فيعني الاعتقالات أصبحت عشوائية بشكل فظيع يعني. نعم. طالت حتى المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يحاولون أن يؤسسوا لدورة القانون ويساعدوا الأجهزة الأمنية على ضبط إيقاعها وأدائها. ننتقل للأستاذة هدى، لاحظنا أن الجهاز القضائي في عدن يحاول لملمة ذاته والعودة للعمل والتعافي بعد فترة التوقف. هل فتحت النيابة تحقيقا، أو هل فتحت النيابة أساسا أبوابها يعني فضلا عن فتح تحقيقات في مثل هذه الانتهاكات؟ طبعا بالعكس، النيابة حتى الآن لم تفتح أي تحقيق في أي قضايا الاعتقالات التي تمت في محافظة عدن حتى يومنا هذا، بل بالعكس الأسر ما زالوا حتى الآن بين مطرقة التوجه إلى النيابة والبحث عن أهاليهم ومعتقليهم في السجون. طبعا النيابة حتى الآن لم تقوم بأي تحقيقات في قضايا المعتقلين، ولم تباشر بفتح أي ملفات من ملفات المعتقلين، ولم يحال أي ملف من تلك القضايا كانت في المعتقلات أو كان في السجن المركزي إلى النيابة حتى يتم التحقيق فيها، وبالتالي الإحالة إلى القضاء حتى يأخذ العدل مجرى. نعم. بل بالعكس المعتقلين ما زالوا متواجدين حتى الآن بأعداد متكدسة في السجون والمعتقلات التي لا نعرف حتى أماكنها. نعم. كذلك النيابة لم تقم أو تباشر بفتح أي تحقيق لأي سجين، إنما الإفراجات هي إفراجات تقوم على الهوائية والمزاجية. نعم. ووضع كشوفات أيوة من قبل إدارة السجن، على أساس إنها إدارة السجن هي التي تعمل على التحقيق مع المساجين دون اللجوء إلى النيابة، وهي النيابة المتخصصة. نعم. وإن حتى تكون هناك قضايا إرهاب، مثل ما يقولون أن المعتقلين هم من المشتبهين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، فهناك أيضا
محاكم متخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة لم تحل لها أي ملفات من هذه القضايا للتحقيق فيها ومباشرتها. أستاذة هدى، أستاذة هدى، إذا كانت النيابة لم تباشر بفتح هذه الملفات وبدء التحقيقات، هل تقدمتم أنتم بخطوة وهي يعني بلاغ لهذه النيابات إيقاظها لكي تقوم بدورها؟ هل تقدمتم ببلاغ للنيابة العامة بهذه الانتهاكات والاختفاءات والجرائم؟ بالتأكيد نحن كفريق متابعة شؤون المعتقلين والمقفين قصريين تقدمنا ببلاغات إلى النيابة، كذلك حتى الأهالي توجهوا بمذكرات إلى النيابة العامة بالتحقيق مع أولادهم وذويهم، ومن ثم إخضاعهم لمحاكمة عادلة والإفراج عنهم إذا لم يثبت عليهم أي تهم. وماذا كان الرد الرسمي من قبل النيابة العامة في عدن على هذه البلاغات وهذه المذكرات التي تقدمتم بها كحقوقيين وتقدم بها الأهالي؟ للأسف النيابة في عدن لا يوجد لها أي مسؤولية تجاه المعتقلين، ولا يوجد لها أي حكم لدى السجن بحيث أنها تباشر هي بالتحقيق وتقوم بواجبها والإطلاع بمسؤوليتها تجاه المعتقلين، بل بالعكس هناك تنصل من المسؤولية، لا نعلم ما هو سببه، تجاه ما يحدث أزاء المعتقلين والتعسفات والاعتقالات التعسفية التي تحدث دون أي مصوغات قانونية، مع أن النيابة قادرة أو باستطاعتها أن تفرض رأيها فيما يحدث، بما أنها قضاء متخصص في هذه النوع من القضايا. ولا يمكن التعذر بالمسؤولية، ولا يمكن التعذر أنه لم تصلهم أي بلاغات، باعتبار أن الوقفات يعني حتى الوقفات الاحتجاجية التي تصلهم البلاغات حتى الوقفات الاحتجاجية، الوقفات الاحتجاجية العلنية التي يقوم بها وينفذها أقارب المختطفين وما يصاحبها من تناول إعلامي، يعني ألا يعتبر هذا أيضا بلاغ للنيابة العامة يجب عليها وفقه فتح؟ المتابعات والإجراءات التي نقوم بها والوقفة الاحتجاجية واللقاءات، كل هذا تعتبر بلاغ. نعم. ننتقل للأستاذ فواز. أستاذ فواز، إضافة للوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها أهالي المختطفين، هل هناك من أنشطة أخرى تقومون بها كنشطاء لتفعيل وتحريك ملف وموضوع المعتقلين أو المخفيين قسرة؟ طبعا كانت هناك لقاءات مع القضاة، طبعا عبروا عن عدم منعتهم من استئناف العمل القضائي، وكان لديهم مطالب نفقات تشغيلية ومباني وقوة أمنية. نعم. يعني وبالرغم أيضا من توجيهات رئيس الجمهورية وعدم ممانعة القضاء، إلا أنه لا يوجد تحرك فعلي بهذا الصدد، لا أعرف لماذا لا يريدون تفعيل القضاء، لا يريدون، يعني هناك قوة أكبر الظاهر من قوة تفعيل القضاء. سيوضح المسؤولية بالضبط، وهذا ما يطالب به الجميع. نعم. ما هي الأنشطة التي تقومون بها إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية؟ هل لديكم أنشطة أخرى أو خطة أو توجه لبدء أنشطة يعني لرفع سقف الضغوط الاجتماعية؟ نعم، كانت هناك دعوات لتوسيع المشاركة المجتمعية في جانب أو ملف المعتقلين. نعم. كذلك هناك تدارس لرفع دعوة قضائية إدارية. نعم. داخل الوطن في ظل الإضاءة القضاء المعطل، أم تفكرون على اعتبار ان القضاء المستعجل الان يعني هو يعمل قضاء ينظرون في الطلبات المستعجله. الحمد لله. سوف نتقدم بطلب مستعجل لاختصام هؤلاء الجهات التي مانعت او نعم. التي تمتنع عن توجيهات رئيس الجمهوريه نعم بفتح المحاكم والنيابات بجميع اختصاصاتها والمكانيه والنوعيه. نعم. وبناء على هذه القضية ربما يتحرك هذا الملف. هل لديكم أيضا أنشطة للحضور الإعلامي وتفعيل هذا السياق باعتبار أن الضغوط المجتمعية يمكن أن تؤتي ثمارها؟ بالضبط. طبعا المشاركة المجتمعية قد تكون هناك ندوات، هناك وقفات احتجاجية، هناك لقاءات أخرى وجديدة مع قيادات المحافظة أو مع الحكومة
مع كل من لهم العلاقة في هذا بهذا الصدد. نعم. ننتقل أستاذة هدى. أستاذة هدى، هل توجهتم ببلاغات لقيادة السلطة المحلية لربما يعني أسهمت في حلحلة هذا الملف بشكل ودي وبشكل يعني بعيدا عن انتظار القضاء الذي ربما سيتأخر؟ بطبيعة الحال الأنشطة التي نقوم بها تعتبر في الأصل هي بلاغات، كذلك قمنا نحن لا لا تواصل تواصل ليس لا أقصد لا أقصد أستاذ هذا لا أقصد البلاغ الرسمي، ولكن تواصل شخصي جلسة يعني لشرح قضية هؤلاء مع قيادة السلطة الأمنية المحافظ ومن في مستواه مع السلطة المحلية. نعم، قمنا بعقد لقاءات مع السلطة المحلية ممثلة بمحافظ عدن. جميل. بتدخل في حل الإشكالية القائمة في مسألة الاعتقالات والإخفاءات القسرية، والسلطة المحلية لديها علم بما يحدث في عدن. جميل. وقد وجهنا لهم العديد من المذكرات القانونية التي تطالبهم بضرورة التدخل لحل هذه المسألة، والتوجه بخطابات كذلك للمجالس المحلية والسلطة المحلية في عدن ممثلة بمحافظة عدن. نعم. لكن للأسف لم نلقى أي تجاوب من هذه السلطات جاء القضية التي نحملها على أعتاقنا نحن كفريق متابعة شؤون المعتقلين والمخفيين قسرا. نعم. مثل ما تفضل الزميل فواز عويضاني، هناك تهرب من المسؤولية، وهناك مثل ما قال إقصاء متعمد في محافظة عدن للتهرب من مسؤولية أزاء أهالي المعتقلين. نعم. في الإطمئنان على ذويهم في المعتقلات والسجون التي لا نعرف أماكنها، كذلك هناك تهرب أيضا من قبل النيابة والقضاء أزاء هذه القضايا بحلها الحل القانوني العادل. نعم. ومنها أيضا السلطة المحلية التي لا تمتلك أي قرار أزاء هذا الملف الشائك. نعم. أستاذ فواز، ذكرت أن الاعتقالات العشوائية بدأت تطال حتى المطالبين بحقوق المختطفين من النشطاء والمحامين، هل تشعرون بالقلق على أنشطتكم وعلى أنفسكم كناشطين في الميدان جراء هذه التصرفات؟ بكل القلق ويعني الحذر واجب يعني، ولكن نحن ماضون إن شاء الله في هذا النشاط في على حد إمكانياتنا وعلى حد على حدود ما نستطيع. نعم. طبعا هناك لقاءات كانت مع بعض المسؤولين الأمنيين، ناقشنا معهم مواضيع منها بعض المخالفات والخروقات اللي طالب بعض المحامين أثناء تأدية مهامهم في الجهات الأمنية. نعم. وعند تطرقنا إلى مسألة المعتقلين كان ردهم أن الوضع في حالة حرب وأن الجهات الأمنية ماضية في عملها في اعتقال المشتبهين. نعم. حفاظا على الأمن العام. إذا هم أشغلوا الناشطين، أشغلوكم بالدفاع عن أنفسكم تاليا ويعني لتظلوا تبحثوا عن بعضكم البعض وتضيع قضية القضية الأساسية وهي قضية المختطفين من بالضبط. المواطنين، هذه هي واحدة من بالضبط. الاستراتيجيات على ما يبدو. هل من رسالة أخيرة تود أن توجهها أخيرة في هذا هذه التناولة وهذه الحلقة؟ أما القضية ستظل مفتوحة ومنظورة، ونحن من الداعمين حتى يعني إيقاف هذه الممارسات بحق المواطنين، لكن هل من رسالة نختم بها هذا اللقاء تود أن توجهها للسلطات؟ نعم. أؤكد أولا أننا مع أمن المواطن والوطن، ولكن على أن يتم على الأقل تطبيق القانون ولو في حدود الدنيا. نعم. كما أحب أن أقول في هذا الخصوص أن ما نقوم به من انتقاد واعتراض لا يعني أننا ضد مصلحة الوطن، ولا يعني أننا نهاجم جهة أمنية أو أشخاص بعينهم. صحيح. ولا يعطي الحق لأي جهة أن يصنفنا كما يشاء، فجميعنا صحيح. نحب الوطن ونسعى إلى الأمن والاستقرار بلا شك، ونرجو أن يكون هناك تعاون من الجميع. بلا شك أن الأوطان هي قوانينها، وإذا ما انتهكت هذه القوانين فالأوطان حقيقة هي من تنتهك في عمقها وفي أكبر قواها. شكرا لكما المحامي والناشط الحقوقي فواز العويضاني، الناشط الحقوقي أيضا هدى السراري، كنتما معي من مدينة عدن، شكرا جزيلا لكما.
انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. المختطفون في مدينة عدن تم الرصد بأمان الله.